كأسنان المشط كلهم من عدم وعدمهم التراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. هذه القصة ذكرها الشيعة والسنة أو المعرفون إجماعا من غير فرق بين سنيهم وشيعيهم، وهذه القصة مذكورة في كل الكتب. هذه قصة نريد أن نعلق عليها. قصة ثانية، القصة الثانية ذات مرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل وقال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. الإسلام قرر أن المعترف بالزنا لا يجرى عليه الحد إلا بعد اعترافه 4 مرات، يعني أني إذا اعترفت بأني مدين إلى زيد 1000 دينار باعتراف حجة، وإذا اعترفت بأني ابن لزيد باعتراف حجة، وإذا اعترفت بأن هذه زوجتي فواجب نفقتها علي اعتراف حجة. أما إذا إنسان اعترف بأنه زنى والعياذ بالله، يجب عليه في صورة اعترافه 4 مرات أن يجرى عليه الحد. هذا الرجل وهو ماعز، اسمه ماعز، جاء رسول الله وقال: رسول الله إني زنيت فطهرني. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال له: لعلك نظرت. يعني تقول زنيت، يعني زنى العين، نظر للمرأة. قال: لا يا رسول الله إني زنيت فطهرني. الرسول قال له صلى الله عليه وآله وسلم: لعلك قبلت، يعني تقول زنيت وقصدك من زماني القبلة. قال: لا يا رسول الله إني زنيت. كم مرة صار؟ 3 مرات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لا، لعلك غمزت، يعني ضربت المرأة مزنة. قال: لا يا رسول الله إني زنيت فطهرني. زنيت فطهرني؟ الرسول قال: لعلك نظرت. زنيت فطهرني؟ الرسول قال: لعلك قبلت. زنيت فطهرني؟ الرسول قال: لعلك غمزت. زنيت فطهرني. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإجراء الحد عليه. وحيث كان الرجل زانيا محصنا، الرجل الذي يزني وهو ذو زوجة على شرائط مذكورة في كتاب الحدود، هذا الرجل يرجم. يرجم عن شنو؟ يعني يحفى حفيرة العرب. وهذا الإنسان الزاني المحصن أو المحصن وكلاهما صحيح، يدس في الحفيرة إلى نصف، وتملأ الحفيرة ترابا، ثم المسلمون يأتون من الأطراف ويأخذون الحصاة ويرمونها
به حتى يقتل هناك. هذا قانون الرجم، هذا القانون الرسول أجراه على ماعز الذي اعترف بالزنا. وما ترجم في قصة طويلة معنى القصة. هاتان قصتان مذكورتان في كتب السنة والشيعة، لأن الرسول أجراهما وليست قصتين سياسيتين حتى بعض المسلمين يطرحونهما ويخرجونهما عن كتبهما، وإنما قصتان شرعيتان مربوطتان بالتشريع. إنما ذكرنا هاتين القصتين لأجل مقدمة إلى كلامنا. الآن وبعد 1400 سنة من قيام الإسلام وقول الرسول هاتين القصتين وتطبيقهما تطبيقا عمليا لا فقط العربي على عزم عباد التقوى والرجم الزاني الذي أجراه الرسول بنفسه. بعد 1400 سنة الآن هذان الحكمان في بلادنا المقدسة، هل هناك لا فرق لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى؟ في إيران موجود، في الكويت موجود، في العراق موجود، في مصر موجود، في باكستان موجود، في سوريا موجود، في السعودية موجود. ذاك اليوم في زمان الرسول فرق بين العربية والعجمية، اليوم فرق بين الكويتية والعربية والسعودية والإيرانية والصومالية والتنزانية والمعادية الكشافية والمصرية والأردنية. فرق واحد كان أو فرقان الرسول أشار إليه. اليوم المستعمرون وعملاؤهم صنعوا 1000 فرق. إذا قلنا أن الإسلام غير مقدم، كثير من الناس يظنون أن الإسلام الصلاة والصيام والحج والزكاة والخمس والجهاد. الإسلام إنما نجح بمجموع قوانينه، وهذا أكبر قانون من قوانين الإسلام. كمثال نقول هذا أكبر قانون من قوانين الإسلام، ولا كل قوانين الإسلام كبيرة. نأتي إلى القانون الثاني الذي ذكرناه، قانون الزنا والرجم أو الزنا والحج. هل هذا مطبق في بلادكم؟ فرد واحد من أصدقائنا بارحة يقول بارحة الذات فأكلمه الموضوع وقلته بشغل الإسلام وما أشبه من هذه الكلمات، ثم ذكرت له أنه الآن في البلاد الإسلامية الزنا مباح يحميه القانون. ذكرت له هذا الشيء، فقال هي مو بلاد إسلامية وقع ومو قوانين إسلامية، وإنما سيطرة الأجانب علينا لإكمال الأمور كل هذا الموضوع. قال هو في بلدي، هو في بلدي من البلاد الإسلامية. قال كل ليلة في بلدي على أبواب المدخل للزناة قريبة، ترى الشيخ والشاب والبلدي وغير البلدي والذي يصلي والذي لا يصلي هكذا يدخلون المرأة والليل. أليس هذا معنى أن الإسلام غير مطبق أبدا؟ وإنما الإسم بلا واقع، وهذا شيء مو في بلده وإنما في أغلب بلاد الإسلام. لعل البلاد الخارجة من هذا الشيء بلدان ثلاثة أربع لعله، وإلا البلاد الإسلامية يهبط فيها أفضل الله علنا علنا، ويخطئ فيها القرآن وقوانين الإسلام علنا علنا، ولا رجع ولا مانع ولا حتى الخطيب يفكر في منع هذا الشيء، ولا حتى العالم يفكر، ولا حتى المؤلف يفكر، وأمشي عادي. هل فكرت ذات مرة في منع الناس المارين في الشارع؟ لا تفكر ذات مرة، وكلهم لا يفكر وكلنا لا نفكر، لا العالم ولا الخطيب ولا المؤلف ولا إمام الجماعة ولا المأموم ولا الحج ولا شيء طبيعي خلاص. هذا الشيء هو السبب الوحيد لتأخر المسلمين، يعني انسحابهم عن قوانين الإسلام هو السبب بعضهم. إذا أتيت بألف سبب وألف سبب وألف سبب كلها ترجع إلى كلمة واحدة،
أن قوانين الإسلام تحطمت بالحب. هذا القانون مو هذا القانون الزنا، أقصد القانون التساوي، لا تظل العربي على أهل إلا بالتقوى، وإنما أقصد قانون الله في كل الأمور الاقتصادية، السياسية، الثقافية، التربوية، المعارضية الاجتماعية، العائلية، الزراعية، القوانين الأرضية والتي تسمى بأحياء المواد وما أشبه، قوانين الجزائية، قوانين الأحوال الشخصية، كلها ذهبت من الإسلام، جاءت إليها قوانين أخرى. ومن غريب الأمر إلى المسلمين يبقون على حالتهم. إذا إنسان ألف مرض فيه وهو صحيح غريب، أما إذا الإنسان فيه مرض واحد وهو مريض وشي طبيعي، فإذا به فيه ألف مرض. المشكلة الوحيدة مشكلة إسرائيل، مشكلة أفريقيا، مشكلة باكستان، مشكلة الهند، مشكلة إيران، مشكلة العراق، مشكلة الكويت، مشكلة مصر، كل مشكلة أوغادين، مشكلة بوليسارية، كل هالكلمة خلاص، كل مشكلة طبعا ما هو المسلم طبعا. كبد الإنسان إذا فيه على طبعا يقول هذا الكبد شبه لنأكلهم الغنم المعشرة، يقولون الأطباء هذه القطعة من البدن الإنساني فيها 500 ماركر تشتغل ليلة نهار، 500 ماركر. هذا الكبد إذا أصابها عقب الجهاز في عمره، يعني كل الجهاز من الرأس إلى الرجل، كبد الإنسان أحيانا تشتغل. الأطباء يقولون في أمان الله هذا الإنسان، أما أنه رجله، يده، رأسه، عينه، هذه كلها فروع. الفرع الأساسي هذه القطعة من بدن الإنسان أصابها العقرب وانتهى كل شيء. الحقيقة هذا هو الشيء الذي سبب تأخرنا كلا في كل ميادين الحياة، أنه جرت في البلاد الإسلامية قوانين كافرة. هذا هي المشكلة. العلاج الذي نحن بأيدينا الآن نريد أن نبين هذا، فيجب أن نعلم أن العلاج أن المشكلة قوانين الإسلام، مو أنه أبو خمار هنا يشرب الخيطرة أو دكان حلوى، هذا الفرق، أو أن دكتاتورا يحكم ما يشاء، هذا الفرق مو أصلا، لأنه الشورى سقط، الشورى الإسلامية، وفرق بين الشورى الذي يسبه علي في نهج البلاغة، شورى في قبال الإسلام كندا، يقول يا لله والشورى، في قبال نص الرسول شورى غلط. أما أن يكون حكم المسلمين شورى في غير قبال الإسلام، من منهم يكون رئيسا ومن منهم يكون وزيرا ومن منهم يكون سفيرا، هذا شورى يحبذ الإسلام. شورى نستشير في قبال قانون الله، هذا الغلط. لا شوراءان عندنا، شورى في قبال قوانين الله وشورى لا منبثقة عن حكم الله وقوانين الله. المشكلة هذه المشكلة، إذن مشكلتنا مشكلة القانون، مو مشكلة هذا الحمام، ولا مشكلة هذا الدكتاتور، ولا مشكلة هذه الفاجرة، ولا مشكلة هذا الأرض التي لا تعطى للمسلمين، لا مشكلة قانون الإسلام فكل منهدم، وإذا انتهى كل شيء. هذه مشكلتنا معه. أما علاجها، علاجها رجوع قانون الإسلام في واقع. أما نحن الجالسين هنا ماذا يأتي من عندنا لأجل هذا الشيء؟ هل يأتي من عندنا هذا الشيء أن نرجع قانون الإسلام؟ سؤال، الجواب نعم. في كم مدة يأتي من عندنا؟ لا نعم. من يقول يأتي من عندنا؟ يقول الله، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا نصرنا الله هل ننجح؟ الله يجيب، يقول إن ينصركم الله فلا غالب لك، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. يعني إذا الله سبحانه وتعالى خذلكم، ما تفرد واحد ينصركم من بعد الله تعالى. إذا الله خذلك ما قد ينصرك أحد، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. أما كيف ندخل وكيف نعمل؟ في الأسبوع السابق أكدنا على هذا الشيء، و
والآن نؤكد مرة ثانية. يقولون في القصة وذكرتها مرة أنه في الحقيقة هذه القصة كلش قصة جميلة تطبيقية. أقول المرزا الخبير الشيرازي دخل صحن الأمير عليه الصلاة والسلام ورأى أن فقيرا يتكفل. المرزا قال له أعطيك مالا وحدة في ذلك الزمان أفرض 50 فلس حتى تمد يده، فمد الفقير يده وأخذ 50. قال أعطيك 50 ثانيا حتى تمد يدك الثانية، فمد يده ثانية الثانية يد الثانية وأخذ 50. أعطيك 50 ومد رجلك، مد رجله وأخذ 50. أعطيك 50 ومد رجلك الثانية، أخذ 50 ومد رجله الثانية. أعطيك 50 لتقوم وتذهب، أخذ 50 وقام وذهب. يعني ما شغل. المرزا قال له أما تستحي مع توفر قواك أنك تتكفف على باب الصحن؟ عينك سالمة تنظر إليه، لسانك سالمة تتكلم معه، أذنك سالمة تسمع كلامه، ويداك ورجلاك وظهرك وأجهزة مشيك كلها سالمة، بدليل أنك مددت يدك ورجلك وقمت ومشيت. أما تستحي قعد هنا؟ فأعطاه رأس مال، قال اشتغل واكتسب. ذهب واشتغل واكتسب حتى صار من التجار. هذا الفقير اللي باب الصحن، هذا مثلنا نحن، نحن تلك الفقراء على باب الصحن القاعدين. لماذا فقراء؟ لأن كل شيء يمر أمامنا ولا متكلم ولا متنفس ولا متأثر ولا مغير. الفقير كان عبارة عن إنسان جالس هناك كسلان، لا أكثر ولا أقل، وإنما فيه قوة إذا شغلها هذه القوة كانت ترفعه إلى مستوى التجارة والتاجر. نحن نحن أمامنا الأحداث تنشئ، الشيوعيين يتقدمون، البعثيين يتقدمون، الدكتاتوريين يتقدمون، الحروب تقوم والحروب تسقط وحكومات تسقط وحكومات ترتفع، احنا قاعدين هنا نباوع نتفرج ونتكفف، لا أكثر ولا أقل. تكفف لكم معناه قد تكون تتكفف 50 فلسة، وقد تكون تتكفف سلاحة، وقد تكون تتكفف معونة، وقد تكون تتكفف مدرسة، وقد تكون تتكفف جمعية، وقد تكون تتكفف جريدة، كل تكفف. لكن تكفف في مستويات مختلفة، تكفف في هالمستوى وهالمستوى وهالمستوى وهالمستوى، وفرق بين هذه التكففات كلها. نحن بإمكاننا شيء وهو قبل كل الأشياء، أن هذه المفاهيم الميتة نحييها في أذهان الناس، لأن المفاهيم ميتة، بدليل أنكم كلكم هل سمعتم بمثل هذه المفاهيم في المجتمع؟ أو هل رأيتم أناسا يشتغلون لتطبيق المفاهيم الإسلامية؟ لا، فهي مفاهيم ميتة، يعني مفاهيم حية خنقوها لما قامت الثورة الشيوعية في روسيا. روسيا هي كانت بلاد إسلامية إلى 450 سنة قبل، وكان يحكمها حكام مغول، ثم هؤلاء من جهلهم انسحبوا أمام ثورات قام بها المسيحيون، وبعد 450 سنة، يعني قبل 450 سنة، سقطت الحكومة الإسلامية في موسكو وفي كرملين بالذات، قصر كرملين قصر الملوك الإسلاميين، هم بنوا كرملين. وقلنا ذات مرة أن كرملين مو قصر، وإنما منطقة جدا كبيرة فيها قصور وفيها بساتين وفيها حدائق وفيها مستشفيات وفيها معسكرات وسكنات، يعني كمدينة صغيرة للهيئة الحاكمة. هذه تسمى بمجموعها الكرملين، وفيها رقاد وصالات وقاعات تشريف وكل شيء فيها، مدينة صغيرة تسمى كرملين أو مدينة كبيرة، وهي أجمل مدن موسكو. هذا في ظل موسكو. لما سقطت الحكومة الإسلامية في موسكو جاء حكومة مسيحية
المسيحيين لما جاءوا المسلمين كانوا في الحقيقة يعاشرون الناس معاشرة لا بأس بها نوعا ما. لما جاء المسيحيون أخذوا يضطهدون الناس على عادتهم، لأن المسيحيين من عادتهم الاضطهاد طبيعتهم. أخذوا يضطهدون اليهود وأخذوا يضطهدون المسلمين وأخذوا يضطهدون هم كاثوليك يضطهدون الكردستان، الحكومة الروسية القيصرية، قيصر كانوا يسمونه قياصر، قياصر الروسية. في قبال هذه الموجة من الاضطهادات ومن العنف ومن الدكتاتوريات المسيحية تنظمت خلايا شيوعية، خلايا شيوعية تنظمت هناك لأنها بلاد متأخرة، ودائما الشيوعيين يشتغلون في البلاد المتأخرة قاعدتهم، وفي الإنسان المتأخر وكما يقول محمود هذا الرجل المصري الكاتب المصري، هذا الرجل كاتب كتاب جدا جميل مجلدان اسمه مذهب ذوي العاهات، حقيقة شيوعية ما تقدر العاهة، في قصة طويلة ما علينا عليها. تنظمت خلايا شيوعية في الاتحاد السوفيتي 50 سنة، هؤلاء اشتغل خلايا تدقق الناس الثقافات الشيوعية، ثقافات ضد الحكومة القيصرية وثقافات أن الشيوعية جنة دنيوية مرتقبة. 50 سنة أخذوا يشتغلون وينظمون خلايا. ولما قامت ثورة لينين، وهو رجل شيوعي أمريكي لأنه كان يعيش في أمريكا، اليهود ساعدوه حتى رجع، لأن حكومة قيصرية كان أعدم أخاه الإسكندر اسمه أخوه، فهم رجعوه، يعني اليهود رجعوه بأموال اليهود، رجع إلى تلك البلاد وأقام الثورة. لما قامت ثورة لينين 100,000 خلية شيوعية كانت مزروعة في طول البلاد وعرضها، 100,000 خلية، 100,000 خلية وتشتغل 50 سنة. معلوم حضارة، مكان حضارة، مو مسألة تستأجر بيت ومو مسألة تسد دكان خمار ومو مسألة تبدل دكتاتورية الحاكم إلى شورويته، يعني أن يكون حكومة شوروية ومشورية، وإنما حضارة مكان حضارة. فإذا قلنا نحن نحتاج إلى جهود حتى نبدل هالحضارة الجاهلية التي غزت بلادنا الآن منذ 100 سنة وأكثر أو أقل إلى حضارة إسلامية من جديد، هم نحتاج إلى 100,000 خلية أو 100,000 فيئة سمها، إذا لا نسميها خلية 100,000 فيئة. إذا هذا الشيء، هذه الخلية ثقفت، وهذه الجمعية ثقفت، وهذه المنظمة ثقفت، وهذه الهيئة ثقفت، التثقيف يصير يكبر يكبر ويتصل هذه الثقافات بعضها ببعض. أولا الدكتاتوريون بعد لا يتجرؤون على وضع قوانين جديدة، فلا الآن هم يشتغلون بوضع قوانين كل يوم، قوانين ضد الإسلام وضع خالص. فإذا كان الناس لهم ثقافة ووعي ووقوف وسد يخفف هذا الشيء تلقائيا، هذا ثم ينمو وينمو 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 حتى تأخذ حضارة الإسلام مكان الحضارات المزيفة الغربية والشرقية التي جاءت إلى بلاد الإسلام. فنحن نتمكن من الإسهام. الإسهام شنو؟ الآن أقول لكم مثال. الآن نحن 50 واحد، 50 واحد، وكل ما يأتي منا عن كل واحد من عدنا عنده 7 حياءات في 7 مناطق في 7 ليالي من الأسبوع. أي إنسان يقول لا يأتي مني مثله مثل ذاك الفقير ما بصعني أمير عليه الصلاة والسلام في المسجد الأخرى. كم واحد يأتي في المسجد؟ يأتون في المسجد الأخرى 1,000 إنسان في يوم الجمعة. أي واحد من عدنا يتصل بواحد يكون في بيته في هيئة، في مسجد كون هيئة، ثم يتصل بواحد ثاني من هؤلاء يكون في بيته هيئة ثانية، في بيت ثاني يعني، وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وعاشرة، ويتصاعد الخلايا أو المنظمات أو الهيئات أو ما شئت تسمى. 50 واحد في 7 كم هي يصير؟ 350. طيب 300 هل يأتي من عندنا؟ احنا ضعاف الجالسين هنا. 350 هيئة تركيز ثقافي، اكو فرق بين المنبر وبين الهيئة التي هي بها تركيز ثقافي.
المنبر يعني صعد منبران وقال كلاما، وبالمئة تسعين منهم ما فهموا الكلام. أما إذا أنه ركزنا على الناس تركيزا هؤلاء كلهم يصيرون شلون؟ 350 هيئة، كل هيئة فيها 20 واحد على أقل الحروب، 350 فيها 20 شكرا يصير؟ ما يقارب 7000 أكثر أقل يصير. 7000 إنسان مثقف في منطقة كم يخدمون؟ منطقة ثانية نفس الشيء، منطقة ثالثة نفس الشيء، منطقة رابعة نفس الشيء، وعلى هذا المعنى. هذا يأتي من عندنا. دعنا عن الأساليب الأخرى، هذه أساليب بدائية وابتدائية، وحتى الرسول لما أراد أن يصنع شيئاً ابتدأ بهذه الأساليب، لأن ابتداء الأساليب الثقافة. الرحمن شنو بعد؟ علم القرآن. الله أول قال علم القرآن خلق الإنسان، لأن العلم هو معيار بقاء الخلق وهو معيار ابتداء الخلق، لأنه إذا لم يكن علم لم يكن خلق. الله بعلمه خلق. الشاهد في أنه 350 هيئة لهذه الأناس الضعاف القلائل. الآية المباركة يقول الذين استضعفوا في الأرض بالنسبة إلى المؤمنين من عهد موسى عليه الصلاة والسلام، وكلمة استضعف عن الناس عدوهم ضعافا لكن هم كانوا أقوياء بقوة الله سبحانه وتعالى. هذا شيء يأتي من عنده. الشيء الثاني الذي يأتي من عدنا هو القلم اللي ما عدنا مع الأسف، وما أدري لماذا. الحقيقة كل إنسان من الجالسين يصلح أن يكون كاتبا ينتج 100 كتاب على الأقل في عمره، على الأقل في عمره يصلح أن ينتج 100 كتاب، كتابا عميقا. أكو فرق بين الكتب السطحية وبين الكتب العميقة. 100 كتاب في 50 إنسان 5000 كتاب. 5000 كتاب، كل كتاب يطبع منه 10000، 50 مليون كتاب. وإلا في الحقيقة الأساليب العادية للمنبر أو لصلاة الجماعة أو للمحراب أو للدراسة، هذه أساليب ولا بأس بها، أساليب حسنة، لكن مو أساليب تغير حضارة. المهم تغيير حضارة، لأن في بلادنا الآن في العالم حضارتان، حضارة الغربيين الرأسمالية وحضارة الشرقيين الشيوعية، وبلادنا مزيج من الحضارتين، بالإضافة إلى مزيد من جهلنا على الحضارتين. شوف أكثر بلاد الإسلام نصف الرأسمالي ونصف الاشتراكي، يعني مختلطة مو نصف البلاد، مع جهد الحكام في كثير من البلاد، فأنت تفرج يا شافر تحت بحاجة إلى كل واحد منا 7 حيات. إذا ما عنده 7 حيات هذا بمقداره ما أسهم، وإذا ما عنده كتب هذا بمقداره ما أسهم، وهو قادر على ذلك. أما الأساليب الأخرى فهذه مقدمتها، مقدمة الأساليب التي تأتي بحضارة مكان حضارة. كان عندنا فرد واحد ينزل في بيت استقطاب المدرسي في كربلاء، اسمه ما أدري اسمه شنو، بس أدري لقبه أغلي كريمي. فرد رجل شايب كان الله يرحمه، أظن توفي. أظن هذه القصة ما قبل 25 سنة 28 سنة. هذا كان شايب ذاك اليوم عمره 90 سنة، لكن شايب قوي جدا، كلش قوي. وهو نقل لي قال لي 300 كيلو حنطة في إيران كانت تباع في أيام صغري ب3 ثوانين. هو نقل لي 300 كيلو حنطة ب3 ثوانين، والآن كل تومان 40 فلس، يعني 300 كيلو حنطة ب120 فلس، يعني كل 3 كيلوات حنطة ما يقارب فلس. هو نقل لي هذا بالذات وأذكره، ونقل لي هالشكل أشياء. فالرحلة طويلة كان عزاء الله يرحمه، وما كان من قسم العلماء وإنما كان من قسم الأخيار الريفيين. كان يلبس فرد عمامة مثل عمامة التجار، مثل عمامة رجل. هذا نقال القصة. يقول يعني شوفوا الفرق، أريد أبين أن شلون نحن نعيش في بلاد غير إسلامية ونظنها إسلامية، ثم نمر على كل شيء مرور الكرام. كان يقول الشيخ مهدي الخالصي الله يرحمه، هذا
قبل 60 سنة بس. شيخ بدر الخالصي من قوات الثورة في العراق، كان ثائرا عراقيا مع مرزا محمد تقي الله يرحمه، وكان مجتهد أيضا. مرزا محمد تقي حكم باجتهاده هذه الثورة العراقية. وبعد ذلك لما استولى البريطانيون، مرزا محمد تقي قتل بالسم واستولى البريطانيون وأعطوا استقلالا سوريا للعراق، أخرجوا شيخ مهدي الخالصي مع العلم أنه كان عراقيا من خالص خالص قريب بغداد، أخرجوه وسفروه إلى إيران، وراح وذهب في خراسان وبقي في خراسان، وأعطوه السم ومات هناك، مات مسموما أيضا شيخ مهدي الخالصي. قبل الأجر صلب هائل كريم ينقل، يقول شيخ مهدي الخالصي أنا كنت أخدمه، أنا خادم عنه قبل قصة العراق، يعني قصمها قبل 70 سنة تقريبا. يقول في إيران ذات يوم في طهران كنا جالسين مع الشيخ مهدي، والناس يجون عدة ويرحون وخبصة، مو في سفر التبعيد ماله قبل قضايا الإنجليز. يقول الناس يرحون ويجون وكذا، مرجع تقليد هذا وشخصية احترام احترام ذاك اليوم لأهل العلم العلماء. يقول جاءه شخص وشاوره في أذنه وقال شيخنا أكو في آخر طهران ترد يهودي أو مسيحي وتردد مني، هو قال هذا يبيع الخمر خفية في آخر طهران، يهودي أو مسيحي يبيع الخمر خفية. يقول شيخ مهدي قال عجيب، أكو هذا الشباب. شيخ مهدي صاحني خالصي قال لي وأنا الكريمي وواحد آخر قال اذهبا مع هذا الرجل إلى هذا البيت وشوفوا حتى تكونوا شاهدين، يعني شاهدين عادلين لازم، مو بالسر أخبره أخذوا الإنسان وكربشوا بالضرب حتى يعترف كذبا، شاهدان في الإسلام أكثر. في قصة طويلة أيضا حول هذا الموضوع. يقول أنا وصديقي ذهبنا 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 في طهران ذاك اليوم إلى أن وصلنا إلى بيت ذاك الرجل. يقول هو الرجل راح الدال على الشر راح، وإنما بقي الذين يقبضون على الشر. يقول راح طرقنا الباب طرقا خفيفا، إجا فرد واحد يواش، قلنا له بأساليبهم الخاصة على أنه عمل الشغل وياه، يعني في بيت عادي كان، قال لي من جيبنا ثمان، ثمان ذاك اليوم كلش فلوس كبير، وطلعنا من جيبنا وقلنا احنا مثلا نفرض من اليهود شيراز، لان شيراز كان اليهود لهم محل الى الان يكون محل في شيراز، احنا من يهود شيراز وجايين احنا واحنا معتادين على هالاشياء مثلا، قال من يهود شيراز، لا هذا هذا مو مثال انا كمثال، أو أفرض من المسيحي جلفا قال اسمعنا نحن هم متعدين، اسألنا واسألنا 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 حتى دلونا عليه، وهذا فلوس وحلفنا بالله له وكل شيء. لو أشعر براسه أول ما كان يتبعين، بعدين شاف كذا وشي، وإحنا من يهود ومن هذا البلد ومن المسيحيين ومن هذا البلد، اسمعنا بنا وقال عدنا. يقول راح في السردار وجاب لنا بطلين، نحن رحنا وياه شبنا إيه قم خمر عدنا في السردار وبطل مثل بطل الخل، أخذنا منه بطلين. لما أخذنا منه بطلين وتردنا كثير فلوس، ألقينا اثنيناتنا قبضا عليه وأخرجناه وسحبا تجر بأسواقه، سحبناه السحبة وشددنا يده ورجله، ولا شيخ مهدي الخالصي الله يرحمه. شيخ مهدي كان يجرى الحدود أيضا، كان يجرى الحدود الشرعية، سقطت من أيدي المسلمين أو سقط من أيدي المسلمين منذ 70-80 سنة من هالغربيين والشرقيين الذين جاءوا للبلاد الإسلامية. نقول ودينا على شيخ مهدي الخالصي وشهدنا عليه نحن، والشيخ مهدي أجرى عليه الحق وأرسل أناس كسروا قم الخمر ماله وانتهى كل شيء. يهودي أو مسيحي أو تلميذ يبيع خمرا خفية في آخر بلد، هاي قصة. كان عندنا فرد أستاذ أنا تتلمذت عنده الفلك، أنا لا بأس تسمعون هذا، وهو سيد محمد طاهر البحراني الله يرحمه في كربلاء، أنا درست عنده علم الفلك، هو كان كلش أستاذ في علم الفلك القديم، هو نقل قبل 20 سنة فوق. يقول على أنه نحن ذهبنا من كربلاء إلى بغداد في أيام شهر رمضان، وفي يوم من شهر رمضان وصلنا إلى بغداد، كلما فتشنا عن مأكول، أي مأكول
خبزا، فاكهة، شلغما، شايا، أي شيء في كل بغداد ما وجد، لأن كل دكاكين الأكل حتى أكل الفواكه وحتى البقالين اللي يبيعون لبن وجبن معزول في يوم شهر رمضان تلقائيا. ما تقول انت تقول احنا شفنا فرد صديقنا اصدقائنا وقلنا لا احنا نموت جوعا. قال اكو فرد خان، لكن اليوم كان يسمى خانات، خان مثل فنادق لكن غير وصفي. اكو فرد خان في فلان مكان من بغداد، وهو ذكر اي مكان لكن انا ناسي. هذا اكو في فرد غرفه، في هذه الغرفه خفيه يسوون شاي. زين نقصد قصتان راويهما نقلهما لي انا الشخصيه اللي اتكلم وياكم، احدهما مال طهران والثاني مال بغداد. يقول احنا مشينا ومشينا 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 حتى وصلنا الى ذلك الخان. يقول فرد خان ترك على السلعه الفاصليه، خان تركي. رحنا في ذاك الخان، سلم فرد واحد من ذاك الخان، قلت غرفه فلان اين؟ غرف مثل غرفه المدرسه. غرفه فلان في الغرفه. يقول شفنا فرد فردات على الغرفة، دخلنا الغرفة، غرفة مظلمة مثل الليل، حتى كان مش عين فرد ضياء ضوء فيه. يقول شفنا ايه اكو قوري واكو مال على الكرة والشيء، واكو خبز بارد مال بارحة، لأن النهار ما يسوون خبز. قعدنا كان فلوس يعني، هو معمم سبحان الله طاهر، كان هو جماعة في حرم هذا. يقول كان فلوس واخذنا واكلنا. يقول في أثناء اللي احنا ناكل وين الشرطة اتهمت المحل، وتبين أن الشرطة كانت تعقبنا نحن، لأن الشرطة كانت تعرف أنه احنا نزلنا في بغداد احنا زوار. فلما أخذنا نفتش عن الأكل، الشرطة عرفوا بأننا نادر نفتش عن المأكل، فإحنا نلقي المحل وهم يدهمون. فتبين بعدين لأن أخذونا شهود. يقول تبين هم كانوا يمشون وراء ظلنا حتى نحن دخلنا، هم كإحنا مجرمينها كالمحل الذي يبيع مجرم، لكن بواسطتنا يشوفون المحل. يقول ذهبوا المحل الشرطة وألقوا القبض على جميعنا، بايع الشاي، صاحب الغرفة، صاحب الخان، أنا وكم واحد على أحلى المسافرين، ساقونا إلى المحكمة. يقول احنا طلعنا ابرياء، احنا لانه احنا زوار، وفي عقيدتنا الشيعيه جائز الزواج، احترموا عقيدتنا. يقول على انه ففي عقيدتنا احنا الشيعيه جائز، احنا كربلائيين مش واضح، فبرئونا. وانما ابقوا عندهم صاحب الغرفه وصاحب الخان، وماذا يفعلون بهم ولا معنى. يقول احنا خرجنا ونصف أكلنا بعد باقي، وأكل جنو خبز وشار، خبز باش مع البارحة وشار، هذا هو في أمان الله. الواقع أن مسؤوليتنا لو شعرناها، وزمنا الناس يشعر بالمسؤولية، إذا الإنسان يشعر بالمسؤولية، مسؤولية كبيرة، والمسؤولية لا تحصل بالتأفف والانزجار، كلام وتهجم وكذا ومن هالقبيل أجل، لا أبدا. وإنما الآن نحن أمامنا مسؤوليتان، مسؤولية الحياءات 350 بيت من هالجماعة، ومسؤولية الأقلام كل واحد منهم 5000 قطار من هالجماعة. إذا أدينا هذه المسؤولية فقد أدينا الطريق إلى النجاح، هو نجاح هذا، وإنما هذا طريق. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.